نيات حيث أنت في دير البلح، ينزح الكثير من الفلسطينيين إلى تلك المنطقة حيث أنت، ماذا أيضا من تفاصيل؟ فعليا هناك تسارع واضح في العمليات العسكرية من خلال الجيش الإسرائيلي وعملية الدخول بريا إلى منطقة المحافظات الوسطى. مخيم البريج يشهد منذ ساعات الصباح تكثيف واضح للغارات الإسرائيلية وتحديدا أيضا القذائف التي تطلق من قبل الآليات والدبابات العسكرية المتمركزة على تلك المنطقة، بالإضافة أيضا إلى الغارات التي شنت في المناطق الشمالية للمحافظات الوسطى والمناطق الغربية من قبل أيضا البوارج الحربية الإسرائيلية. وبالتالي حتى في هذه اللحظات هناك عدد من الغارات التي نسمعها من حين إلى آخر والتي تسقط بشكل عشوائي في المناطق الشرقية، فيما يبدو أن الجيش الإسرائيلي مصرا على محاولة الدخول بريا في تلك المنطقة في ظل حديث عن اشتباكات عنيفة وتصدي من قبل المقاومة الفلسطينية في تلك المناطق، وإيقاع أيضا إلحاق ضرر بالمركبات والآليات الموجودة في تلك المناطق، وأيضا الحديث عن خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي واستهدافات من قبل الجيش للمواطنين الفلسطينيين. مجموعة من المواطنين في منطقة مخيم البريج تعرضت إلى غارة إسرائيلية أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات، بالإضافة أيضا إلى استهدافات في منطقة مدخل مخيم البريج على شارع صلاح الدين، ما اضطر المواطنين الفلسطينيين إلى استخدام طرق بديلة وفرعية من أجل استكمال عملية النزوح من مخيم البريج باتجاه منطقة مخيم دير البلح. ماذا أيضا عن الحالة في المستشفيات وكيف تتعامل مع كل هذا القصف وكل هذه الأعداد من المصابين ومن القتلى أيضا جراء هذا القصف؟ فعليا تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل في بعض من تصريحاتها، تحدثت عن أن الأوضاع في المستشفيات هي أوضاع كارثية، ما دخل من مستلزمات طبية لا يفي 2% من كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية في ظل هذه الظروف التي تمر بها المستشفيات والإدارة الطبية بشكل كامل، وتعمل بنظام المفاضلة ما بين الجرحى فعليا لإدخالهم إلى غرف العمليات، وهذا الأمر فعليا قد يفقد المنظومة الطبية مصداقيتها وطريقة عملها المناسبة لاستيعاب كل هذه الأعداد من الأرقام والإصابات التي تصل بشكل مستمر وتباعا إلى المستشفيات الفلسطينية، والحديث أيضا عن أكثر من 9000 مصاب منذ بداية هذه الحرب حتى هذه اللحظة فقدوا أرواحهم نتيجة لعدم توفر أي خدمات طبية، وأيضا لتضييق الخناق على من قبل الجانب الإسرائيلي على عملية إخراج هؤلاء الجرحى إلى المستشفيات العربية في الدول المجاورة لتلقي الخدمات الطبية. وبالتالي هناك إنذارات متعلقة بفقدان مزيد من الأرواح خلال الأيام القادمة إن لم تتوفر المستلزمات الطبية وإدخال الوقود إلى أقسام المستشفيات الفلسطينية العاملة والتي تعمل بمقدار الحد الأدنى. 9 مستشفيات تعمل من أصل أكثر من 35 مستشفى في كافة المحافظات، وبالتالي هناك عجز كامل في تقديم الخدمات الطبية داخل المحافظات المختلفة، والآن هناك تكدس واضح في المستشفيات التابعة للمحافظات الوسطى والجنوبية أيضاً.